معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أطفالنا. هذا البرنامج اللي تعودتوا عليه وولفتوه وحتى حنا أصدقاؤنا ولفناكم بزاف بزاف. إذن أطفالنا باش كنبداو البرنامج؟ برافو عليكم، كنبداو بصورة اليوم اللي كنشوفوا فيها شحال كيكون عندنا من اختلاف، ومن بعد فين كنمشيو؟ برافو، كنمشيو لفقرة الرياضي الصغير. كيف ما شفتوا البارح درنا واحد الرقصة اللي عجبتكم بزاف بزاف، وحتى اليوم غادي نشوفوا شنو غادي نديروا لكم. ومن بعد كنسافروا عند صديقتنا سلوى. فين باقا؟ باقا في ويرقان، ما عندي ما يتسالكم. واليوم شنو غادي نشوفوا؟ مريم ولا غادي نشوفوا سعاد؟ برافو عليكم اصدقائي، غادي نشوفوا صديقتنا سعاد في فقرة لو بيتي بونسور. ومن بعد غادي نختموا بالاغنيه اللي تعودتوا عليها، واكيد غادي تكونوا حفظتوها، واللي هي خليني نصفق عليكم ونقول لكم انا فرحانه بزاف بكم وفخوره. لا 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 لا، كيف ما كنقول لكم ديما، انا راه ما نقدرش ندوز الحلقه الا ما كانش فانكوش. فانكوش يوبي صديقتي سونيا، اصدقائنا كيسولوا عليك. عرفتهم غادي يسولوا عليا. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وانتي؟ لاباس عليا الحمد لله. فنكوش قول لي اليوم ناشط؟ طبيعة الحال غادي نكون ناشط، وعندي لك مفاجأة. مفاجأة؟ اها كيخلعوني هاد المفاجآت ديالك يا فنكوش. لا 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 ما تخافيش. وشنو الفقرة بعدا غادي تكون هاد المفاجأة؟ غادي تكون في الفقرة الأولى اللي عندنا. الفقرة الأولى اللي هي الفرق بين الصورتين. أييه في نظركم شنو موجد لي يا فنكوش؟ صديقتي سونيا. نعم اليوم انت اللي غادي تلعبي وانا اللي موجد لك الصوره. كتهضر فنكوش على الفقره الاولى ديال الاختلافات. فقره الاختلافات، زعما انا اللي غنلقى الاختلافات بوحدي بلا المساعده ديال الاصدقاء وبلا بك نتايا؟ بلا مساعده الاصدقاء وبلا مساعده ديالي. ايوا ماشي مشكله فنكوش، غادي تعطيني الصوره غادي نركز مزيان وغادي نلقى الاختلافات. ولكن صديقتي سونيا. نعم. الاطفال ضروري ما يلقاو حتى هما الاختلافات. هو حتى هما غادي يلقاو الاختلافات كيف ديما فنكوش. يلا نبداو الفقره ديالنا الاولى. انا عارفه اصدقائي ملي فنكوش كيبغي ينتقم مني ولا كيبغي يدير لي شي حاجه ما هياش، دابا واقيلا في هذه الصوره غادي يكون شي 20 اختلاف. لا 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 ما تخافيش صديقتي سونيا، غير بغينا نلعبوا معاك انا والاصدقاء ديالنا. يلا فنكوش انا مستعده ومتفقه. يلا ودابا اصدقائي غادي ندوزوا باش نشوفوا صوره اليوم. ترارارا. ايوا قولي لي كي جاتك الصوره. جاتني زوينه بزاف، غير هو هذا الوليد خاصو واقيلا يجمع البيت ديالو فنكوش. طبيعة الحال. ودابا بغيتيني انا نلقى الاختلافات فنكوش ياك؟ اييه واخا غادي نبدا باول اختلاف. كاينين 10 اختلافات تما. واخا فنكوش، اول اختلاف هو هاد الشبيكه. كاين هنا صديقتي سونيا. كاينه هنا فايقه اليوم مالكش؟ انا ديما فايقه فنكوش، وديما كنجي ناشطه ومركزه حيت عارفه ان الاصدقاء ديالنا غادي يكونوا حتى هما بحالي. انا متاكده بلي الاصدقاء ديالنا غادي يكونوا شافوا قبل منك. ماشي مشكله فنكوش، المهم هو انني حتى انا شفت. برافو عليك صديقتي سونيا وبرافو على الاصدقاء ديالنا. ودابا غادي ندوزو للاختلاف الثاني واللي هو هاد النفاخه. ما النفاخه؟ هنايا فيها هاد الدواره بيضاء وهنايا ما فيها والو. برافو عليك صديقتي سونيا. وحنا نازلين نازلين، داك الكتاب كاين في بلاصتو، الوليد عنده هاد الشعيرات خارجين من هنا ولكن هنا ما عنده والو. معليش صديقتي سونيا. شكرا اصدقائي وشكرا فنكوش على التشجيع. برافو عليك. ودابا قول لي دابا شحال باقي لك من اختلاف؟ وانت اللي كتحسب لي، انا قلت لي لقاي لي الاختلافات انا كنلقاهم لك. انا قلت لك حسب لي شحال من اختلاف كاين. لا فنكوش وقلت لك شحال كاين من اختلاف. اذا دابا فنكوش لقينا ثلاثه ديال الاختلافات، الشبيكه وهاد الدائر اللي في الابيض والشعير ديال هاد الوليد. اذا شحال باقي من اختلاف؟ باقي لي سبعه. ايوا برافو عليك. ودابا من بعد الشعير غادي ندوزو للسروال ديال هاد الوليد. هنايا عنده جوج جويبات ولكن هنايا عنده غير جويب واحد. برافو عليك صديقتي سونيا، وانا متاكد الاصدقاء غادي يكونوا لقاوه. حتى هما فنكوش غادي يكونوا لقاوه، وغادي نبقاو ديما في السروال ديالو. عاوتاني هنايا عنده جويب وهنايا ما عندوش. واو 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 تا صديقتي سونيا ما خاصنيش نبقى نلعب معاك. علاش فنكوش؟ وانت راه ذكيه بزاف. لا لا فنكوش، حتى انت كتكون ذكي ولكن غير فوق ما بغيتي.
وصافي يا صديقتي سونيا. يلا قولي يا فانكو شحال باقي ليا من اختلاف؟ باقي لك 5 اختلافات. باقي ليا 5 صافي. صافي. أصدقائي باقي ليا 5 ديال الاختلافات. لقيت واحد. فين هو؟ هاد السطل. مالو؟ هنايا في هاد العلامة ولكن هنا ما فيش. برافو لك صديقتي سونيا. احنا دابا 6 ديال الاختلافات. دابا غادي ندوزو للسابع. كاينة فانكوش هاد الكرة هنا. ولكن هنا ما كايناش. راه غير زلقات. تقدر تكون زلقات ولكن انا ما عطيناش ليا في هاد الصورة. برافو لك صديقتي سونيا، راه بصح ما كايناش تما. دابا هاد السابع ولا الثامنة فانكوش؟ السابع. واخا فانكوش، ودابا غادي نمشيو للاختلاف الثامن. هاد الكتيب كاين هنايا فانكوش، شفتيه؟ ياك؟ ولكن ما كاينش هنا. ورا قلت لك صديقتي سونيا وانتي راه ذكيه بزاف. وصافي يا فانكوش خليني بعدا غير حتى نكمل هاد 10. وبقاو لك غير جوج. بقاو ليا جوج يا فانكوش. جوج جوج جوج. لقيتو فانكوش. فين هو؟ تاسع. ها هو. هنا كاين واحد الكتاب حمر ولكن هنا ما كاينش. برافو ليك صديقتي سونيا. غادي يكون هنا البيت ديالو فاش باقي ما كانش جمعو. وقيلا تما غيكون جمعو فانكوش ياك. راه بجوج بيوت مرونين. برافو عليك يا فانكوش. واجي دابا تسمع الاختلاف العاشر اللي لقيت. يلا. شفتي هاد الكرتونه اللي كاينه في الجنب؟ وصافي صافي برافو عليك صديقتي سونيا، برافو عليك. فانكوش. خليني نكمل. لا لا صافي صافي، ما بقيتش نلعب معاك انا فحال هكا. وفانكوش ياك كنقول لك ديما خاص تكون عندك الروح الرياضيه. وما غلطتي حتى وحده، ما غلطتي فيها. وعلاش نغلط فانكوش الا ركزت والا متبعه مزيان؟ علاش غادي نغلط؟ صافي برافو عليك صديقتي سونيا. اذا غنقولها للاصدقاء ديالنا، كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد الكرتونه هنا كاين واحد الخط ولكن هنايا ما كاين والو. انا كيحسب لي خبيت عليك كلشي. وبهذا كنكونوا لقينا 10 ديال الاختلافات، وفانكوش بقى فيه الحال حيت كان كيحسب ليه غادي يلقى غير شي جوج ولا غادي يلقى ثلاثه، ومن بعد غادي نقول ليه عافاك يا فانكوش عاوني عافاك، ولكن انا كنت ذكيه وما طلبت منه حتى مساعده. برافو عليك صديقتي سونيا. ايوا هكذا نبغيك كصديقي فانكوش. ويلك انت نشيطه، انا غادي نكون معك نشيط. برافو عليك فانكوش. وبهذا اصدقائي كنكونوا لقينا 10 ديال الاختلافات، ودابا غادي ندوزوا للفقره المواليه واللي هي كيف ما كنقول لكم ديما فقره الحركه والنشاط. فقره الرياض الصغير. يلا هو معنا. أصدقائي فقرة الحركة والنشاط، فقرة الرياضي الصغير. هديك فانكوش. لا أصدقائي اليوم ما عندناش لعبة كيف ما كتشوفوا، ما عندنا لا كرة محطوطة، ما عندنا لا مسار، ما عندنا حتى حاجة، وحتى الرقصة ما كيناش. يلا درنا البارح رقصة ياك وعجبتكم بزاف. أصدقائي اليوم عندنا حصة 100% رياضية، ما كاينش فيها فانكوش شي حاجة أخرى. إذا 100% غادي يكون المدرب ديالك. المدرب ديالنا؟ أنا قالوا لك واخا فانكوش، أنت وليتي كتسمعهم قبل مني. طبيعة الحال. يلا فانكوش، أنت غادي تكون المدرب ديالنا. يبي. وغادي نبداو الحصة ديالنا، مستعدين؟ أصدقائنا مستعدين، يلا المدرب ديالي باش غادي نبدا. إذا صديقتي سونيا مستعدة؟ مستعدة؟ أصدقائي مستعدين؟ مستعدين. غادي نبداو بالتسخينات. بما أن فقرة الرياضي الصغير اليوم رياضية 100%، غادي تحركي رجلاتك شوية. واخا فانكوش. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة. يلا أصدقائي حتى نتوما بحالي. ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. عشرة. برافو سونيا، غادي نعاودوها للمرة التالية ثم نديرو شهيق زفير. واخا فانكوش. واحد، يلا أصدقائي اسمعوا حتى نتوما المدرب ديالنا فانكوش. ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. برافو عليك صديقتي سونيا، شنو غنديرو دابا؟ شهيق زفير. برافو عليك صديقتي سونيا. دابا فانكوش شنو؟ غادي نمشيو للحركة التالية.
وغادي نحركوا فيها اللينتين ديالنا. واخا بحال هكا. برافو عليك صديقتي سونيا، راكي عاقله. عاقله فنكوش. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. يلا الأصدقاء تتم حلكوا لي البيدات. سبعة ثمانية تسعود عشرة. دابا غادي نديرو العكس ديال الدائرة اللي كنتي كديري في الأول. واخا فنكوش. واحد جوج ثلاثة. جبدوا يديداتكم مزيان أصدقائي باش تحسوا بالعضلة كتجبد حتى هي. ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. غادي نديرو شوية زفير. برافو عليك صديقتي سونيا. دابا شنو خاصنا نحركو؟ برافو عليك صديقتي سونيا ما عليكش. واحد جوج بطل الحركة ديال المدرب ديالي. ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. دابا نديرو العكس ديال الدائرة اللي كنتي كديري في الأول. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. برافو عليك صديقتي سونيا. ودابا اش نديرو؟ شهيق زفير. بلا شك الأصدقاء ديالنا تا هما كيديرو معانا الرياضة. أكيد فنكوش وتا هما كيديرو معانا شهيق زفير. برافو عليهم أصدقاء ديالنا. ودابا اش خاصنا نمشيو نديرو؟ ونسولك انت اللي مدرب. دابا كملنا التسخينات ديالنا. غادي نمشيو نديرو الرياضة ديالنا ديال بصح. دابا غادي ندوزو للحصة الرياضية ديالنا. الحصة الرياضية ديالنا. يلا انا مستعدة فنكوش مستعدة. صديقتي سونيا. نعم. غادي تولي تشري في بلاصتك. ندري في بلاصتك. كنتي كديري؟ اي كنحرك رجلاتها. دابا يمكن تهزي رجليك على الأرض. بحال هكا. قلتي لي هزي رجليك من على الأرض هي بحال هكا. تحركيها ولكن بحال هكا تجري في بلاصتك. بحال هكا. برافو عليك صديقتي سونيا. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. حتى انتم اصدقائي تحركوا معنا عشرة. اذا صديقتي سونيا غادي نمشيو للحركة الثانية اللي هي غادي ديري بعض الخطوات الى الامام. ثم غادي تمسي رجلك بيدك. واخا فنكوش. وترجعي تني للخلف ربعة الخطوات. واخا فنكوش متفقين على هادشي. اها ولكن واحد الحاجه راني ما متفقاش عليها. اللي هي قلتها ديك النهار وغادي نعاودها لك هاد المره. شنو هي صديقتي سونيا؟ انت كتقول لي بالعاني بغيت نكون المدرب ديالك. اها وكتجلس واحد جوج ثلاثة أربعة وكتنسى ما ديرش الحركات. بغيتي ندير معاك الرياضة. وعلى ما المدربين فنكوش ما كيديروش الرياضة؟ صحابهم كيبقاو غير يحسبوا. أنا غندير معاكم الرياضة. يلا فنكوش يلا انا غادي نديرها فنكوش وقول لي واش هي هذيك. واخا يلا صديقتي سونيا. يلا اصدقائي انا غنديرها غير بشويه باش تعرفوا لها حتى نتوما. واحد جوج ثلاثه ربعة. واحد جوج ثلاثه ربعة. الا بدينا بهذا الرجل كنقيسوا هذا الرجل والا بدينا بهذا الرجل كنقيسوا هذا الرجل. برافو عليك صديقتي سونيا. يلا فنكوش نبداو. يلا واحد جوج ثلاثه ربعة. واحد جوج ثلاثه ربعة. واحد جوج ثلاثة ربعة. ثلاثة. واحد جوج ثلاثة ربعة. واحد جوج ثلاثة خمسة. واحد جوج ثلاثة ربعة. واحد جوج ثلاثة سبعة. واحد جوج ثلاثة ثمانية. واحد جوج ثلاثة سعود. واحد جوج ثلاثة ربعة. حركة جميلة فنكو. صديقتي سونيا. نعم. شهيق زفير. ودابا غادي نمشيو للحركه الثالثه. غادي ديري جوج خطوات على اليمين وترجعي بجوج خطوات على اليسار. واخا فنكوش. واحد لا تفهم. جوج. واحد جوج بحال هكاك. واخا انا غادي نوريها الاصدقاء ديالنا بشويه ومن بعد نبدا. واخا برافو عليك صديقتي سونيا. بحال هكا فنكوش ومن بعد بحال هكا فنكوش. مزيان. يلا اصدقائي عرفتوا الحركه كيفاش؟ نبداو. بدينا فنكوش. واحد جوج. واحد. واحد جوج. جوج. واحد جوج. ثلاثة. واحد جوج. ربعة. واحد جوج. خمسة. واحد جوج.
ستة واحد جوج سبعة واحد جوج ثمانية واحد جوج واحد جوج عشرة. برافو عليك صديقتي سونيا. يلا فنكوش، بقى شي حركة واحدة أخرى؟ نمشيو الحركة الرابعة واللي هي الأخيرة. عرفتي شناهي؟ باش غنعرفها فنكوش؟ غادي تزيدي خطوة واحدة وتخلي رجلك اليسرية تما. قلت لك أنا دابا؟ قلت لي غتزيدي خطوة واحدة وغتخلي رجلك اليسرية، وأنا ما نقدرش نخلي رجلي اليسرية، خاصني نجيبها معايا. ويلا رجعي بلاصتك. فنكوش مخاش تفلي عليا. وأنت اللي كتفلي عليا دابا. وا قلت لي شناهي زيدي خطوة للأمام. ها أنت صديقتي سونيا. قايف بلاصتك. ها أنا. رجلك اليمنية جبديها لقدام. عقلت فنكوش هاد الحركة بحال هكا. أيوا وترجعيها وديري نفس الطريقة بالرجل اليسرى. بحال هكا. برافو عليك صديقتي سونيا. إذا أنتم أصدقائي يلا نجبدوا الرجيلات. جوج ثلاثة. عرفتي فنكوش كنحس بالرجل كاملة كتجبد. خمسة ستة سبعة. يلا أصدقائي حسنتوما. ثمانية سعود عشرة. برافو لك صديقتي سونيا. شكرا صديقي فنكوش. أنا كنت كندير معك نفس الحركة، غير هو الرجيلات ديالي راهم لتحت. ماشي مشكلة فنكوش، ماشي مشكل. نمشيو الحركة الخامسة. أييه ما تكونش من عندك زعما هاد الحركة. واخا فنكوش علاش لا؟ يلا صحيح لينا شي حركة. ها حنا كي غنديروها فنكوش؟ غنديرو بحال هكا. واحد جوج ثلاثة. غادي نخدمو ليليدات. ربعة ورجيلات. خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة. برافو لك صديقتي سونيا، وبهذا كنكونوا سالينا الحصة ديالنا الرياضية. توفقت فنكوش في الحصة الرياضية. برافو لك صديقتي سونيا، والله هي رائعة جدا. شكرا جزيلا. قولي لي أنا دابا المهمة ديالي سالت. شنو خاصك ديري الأطفال دابا؟ شهيق زفير باش نسترخاو. برافو ليك. ودابا غادي تبقى لنا عملية الاسترخاء. غادي نديرو فنكوش بحال هكا، شوف مزيان. غادي نهزو الرجيلة بحال هكا، نجبدو يديداتنا. تا هي نحسبو على عشرة. غير خمسة فنكوش. يلا. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. ودابا الرجيلة الأخرى وديديدة الأخرى. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. فين مازال غادي؟ كنسى. إذن أصدقائي كيف ما كتشوفوا اليوم فقرة الرياضي الصغير كانت عندنا حصة رياضية 100% طبيعة الحال بمساعدة المدرب البطل العالمي ديال الفناكيش صديقي فنكوش. إذا أصدقائي ودابا غادي ندوزو للفقرة شنو قلتو؟ واخا صافي، غدا نديرو لكم لعبة فقرة الرياضي الصغير، متفقة فنكوش؟ صافا صديقتي سوني. ودابا أصدقائي غادي ندوزو للفقرة الموالية وغادي نمشو عند صديقتنا سلوى في صيفيات أطفالنا. صباح الخير عليكم اصدقائي الزوينين، لاباس عليكم؟ لاباس. صراحه حنايا راه فرحانين بزاف حيت عرفتونا قبل ما نقدموا لكم راسنا، وهذا دليل على نجاح قافله صيفيات اطفالنا. استاذه خديجه شكرا بزاف حيت جبتي لنا هاد الوليدات الزوينين. العفو استاذه سلوى، غنخلي لك الوليدات في الامانه ديالك.
غتبقاو معانا نديروا النشاط صافي مستعدين مستعد. تبارك الله عليكم. دابا نتوما عرفتونا ياكو، دابا حنا بغينا نتعرفوا عليكم. غادي نسولكم كل واحد يقول لي سميتو صافي. يلا شنو سميتك؟ دعاء. وانت ريحان. انت شنو سميتك؟ مراد. وانت بلال. تبارك الله عليكم. انتوما واش كتسكنوا غير هنايا؟ ايه. فين كتسكنوا؟ لتحت. جيتوا على رجليكم ولا فاش جيتوا؟ جينا على رجلينا. اوكي اها. وعارفين علاش حنا معاكم؟ عارفين علاش؟ ايه. ونديروا بزاف د الحوايج زوينين. شكون عزيز عليه المفاجآت؟ انا. صافي اجي قولوا لي انتما شحال في عمركم بعدا؟ انا 6 سنوات. 6 سنوات. شكون اخر يقول لي شحال في عمره؟ 6 سنوات. 6 سنوات. اربع سنوات. علاش قالت لي 6 سنوات؟ ستي عامين كامله. شحال في عمرك؟ 4. هي قالت لي 6. هي 4. وباش عرفتي؟ تجي الأستاذة ونسولها صافي. دابا راه خلاتكم معايا فكريني صافي. إذا نتوما ما بين 5 و6 و4. أنا 6 وواحد آخرين اللي باقي هذا وهذا. شكون آخر؟ وهادي وما 5 سنة. 5 سنوات. والصغار اللي باقي 4 سنوات. وهادي نسيتيها؟ هي 5 سنوات. صافي اذا نجي الكبيره فيهم. صافي تبارك الله عليكم. دابا مني تعرفنا عليكم وعرفنا بزاف ديال المعلومات عليكم، غادي نديروا واحد النشاط رياضي باش نفيقوا. مستعدين؟ مستعدين. تبارك الله عليكم. اش كيهز عليه مفاجآت؟ انا نسيتو لكم مفاجاه. بلاش مفاجاه زوينه. تعجبكم مفاجآت؟ اه. صافي سلام حلوه. سلام سونيا. سلام فاكوش. سلام اصدقائي. بنتو اليوم سمتي انت وعلي واكرام، اكيد هاد المنطقه غتكون عجباتكم. اه سونيا عرفتي الجو رائع هنايا وخصوصا منظر الواد هنايا زوين. سلوى سلوى راني درت لك هذه الاماكن اللي غيديني ليها. ما تخافش فانكوس راني ما نسيتك. شفتي انت سونيا كنوعدكم غير غادي نجي غادي نسافر مجموعين حيت مغربنا زوين ومازال خصنا نكتشفوا. عندك الحق سلوى. ايوا قولي لي فينكم دابا؟ كما قلت لكم سونيا البارح حنا باقيين في جهه مراكش باش مازال نكتشفوها، واليوم حنا في منطقه ستي فاطمه. هذه المنطقه معروفه باللي هي منطقه سياحيه بامتياز وفيها بزاف ديال الحوايج زوينين. اه ستي فاطمه منطقه زوينه بزاف، فايت لي زرتها، ولكن انا نبغي نعاود نستكشفها معاكم. كلنا هنا سونيا كنكتشفوا المناطق السياحيه بالمغرب، ومنطقه ستي فاطمه غندوزوا فيها مغامرات زوينين مع اطفال وحده اسكاور. مالك سلوى؟ اه لا راه غير البارحه سونيا فاش كنا في سيدي يعقوب منصور وكانت استاذه زهره كتقرا علينا القصه بقيت مركزه معاها ونسيت ما ندير الكاسكيت ديالي. حتى نتوما اصدقائي ضروري ديروا الكاسكيت ديالكم حيت الشمس حاره. انا بعدا ديما فاش كنخرج كندير كاسكيت على الشمس. مزيانه فانكوش ما عندي ما يتسالك. لا فانكوش انت راه ما بقيتش كنخاف عليك تبارك الله عليك. شتي حتى اصدقائي ديما كيديروا الكاسكيت ديالهم وخلوني دابا نمشي نلتحق بهم. لا كي جاتكم مفاجأة؟ بزاف ولا شوية؟ بزاف. ما تحيدوش كاسكيت ديالكم صافي باش ما تضربكمش الشميشة في راسكم واخا؟ واخا. صافي دابا البنتو اليوم مستعدين ندوزو النشاط الرياضي ديالنا؟ اه. يلا إكرام بداو؟ يلا 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 نتحركو في بلاصتنا باش نسخنو شوية. يلا 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 كلشي 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 بلاصتنا يلا 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 دابا نخدمو يديداش. يلا يلا نطلقو كاملين يديداش بحالك. واحد جوج ثلاثة ربعة يلا دراري خمسة ستة سبعة ثمانية. برافو. شكون اللي فيكم عنده شي حركه بغى يديرها وحنا نعاودوا من ورا؟ يوسف 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 بغى يدير حركه. اجا يوسف اجا وحنا نتبعوك. اجي حتى انا فلوس ودابا خصنا نمشيو للور حيت هو اللي غادي يدير لنا النشاط. نمشيو للور صافي حنا غنمشيو، ولكن خصك تحسب وتشجعنا. ادينا حركه بيديدات ولا برجيلات ولا بالراس؟ شنو؟ يلا وريني هاد الحركه. نشوفوا
برافو. يلا نشجعوا علي يوسف. علي يلا كلشي ديروا بحال يلا كلشي ديروا بحال كلشي ديروا بحال كلشي ديروا بحال. طال حسب لينا يوسف. حسب حسب واحد زوج اربعه خمسه برافو فايل يوسف خويا. يلا شكون اخر بغا يدير لنا شي حاجه؟ يلا عروه تفضلي. يلا قولي لي واش نسو ولا من بعد واش مستعدين؟ ربي اللي يبدا وين يسو. مستعدين حنا. يلا حسب اروى ربع سكت علي خلاها هي. زوج ثلاثة سبعة ثمانية تسعة عشرة. برافو أروى. أصدقائي واش راسكم نشاط رياضي؟ برافو عليكم. وحاسين براسكم ناشطين ومتحمسين؟ برافو. مالك يا طوطة سلوى؟ درني راسي البارح ما درتش كاسكيت ويدرني الشميشة. عندي ليك الدواء ديال الراس. يلا نمشيو مع صديقتنا أروى. يلا شنو دابا؟ كيكون الاعشاب. اوكي الاعشاب عرفتي راه كيعجبوني ديما كنشرب الزعتر واللويزه وحتى الازير. ولكن اروى فين غادي نلقاوهم هنايا؟ هما الفوق. ولكن اروى ما اتفقناش على الفوق. انا راه كنخاف من العلو. اطلع انا معنا ونخليك ترتاحي. شكرا. ولكن انا كنخاف. لا لا نشجعوا علي. علي 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 يلا يعاوني اصدقائي. علي 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 اروى. علي 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 عندك انت حراري علي علي. يلا نشجعوا اصدقائنا. علي 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 جرني جرني. علي 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 علي. يلا 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 شجعوا. شموا علي. ها داكشي مزيان مزيان ولكن هذه ما كتقطعش باليد. ما خصهاش نقطعها باليد. انا جبت لكم مقوسه معايا باش نقطعوها بمقيفه. اولي اروى اولي اولي بلال اولي اولي اروى اولي. برافو بلال برافو علي برافو اروى. يلا يلا هما اصدقائنا جايين. يلا شويه نطيح شويه. شتني أروى. السلام عليكم. دير على بساليك وش بخير. الله يبارك لك. ليك ما خصاتكم شي مساعدة؟ صراحة لا شكرا. حنايا جابتنا صديقتنا أروى حيت تحرقني شوية راسي وقالت لي بلي عندكم أعشاب زوينين مفيدين. أها عندنا أعشاب. أنا حبيبة تشرفينا لالا. رئيسة ديال التعاونية هنا ديال التقطير. يعني كنديروا تقطير الأعشاب. تشرفين. أنا لالا سلوى. هادو صديقتي إكرام. هذا صديقي علي. وهادو أصدقائي الأطفال. تشرفي. شو كتعني تقطير الأعشاب؟ إلا بغيتي تعرفي شنو هو تقطير الأعشاب يمكن لك تمشي معايا للتعاونية ديالنا. مرحبا. يلا مرحبا بكم. يلا أصدقائي نمشي. مرحبا بكم عندنا. مرحبا بك سلوى. مرحبا بالأطفال الصغار. شكرا لالا حبيبه جاتنا لهاد البلاصه الزوينه. انا جبتكم للتعاونيه ديال ازمزنت مغارين دوار املوكي. كنديروا هنا التقطير ديال الاعشاب ودابا غادي توريوني هادوك الاعشاب اللي جبتو. ممكن تعطيوهم ليا باش نوريكم في كيفاش كنستافدوا منهم. عطيو لالا حبيبه شنو قطفتو. شكرا شكرا ولدي. شكرا شكرا شكرا. دابا هاد اللويزه هادي الا بغينا نقطروها وتكون مقطر يعني شي حاجه زوينه نشربوها ونستافدوا منها اش كنديروا ليها؟ دابا حتى نتوما غتعاونوني صافي. تعاونوا لالا حبيبه. تعاونوني غنحيدو بحال هكا ونحطو في السليله. عطيني يا بنتي هكا. دابا حيدو ورقه بورقه وحطوها. عطيني هذيك البانيي. عطيني هذيك السليله ماما. عطيني هذيك السليله. اي عندك لا معليش. دابا حنايا ملي كنديروا ليها هكاك وكنحطوا دوك الوريقات تمايا كنخليوها هكا تنشف في الضو حتى كتيبس عاد نقدروا عاد نديروها هنا في القطاره. رحاب اجي بنتي عبري معايا. يلا اجي هكاك 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 هك هك.
لا حبيبي شنو كتعني بعدا تقطر الاعشاب؟ راه قبيله قلتيها وما فهمتهاش وعاود دابا قلتيها. يعني كنقطروا ديك الاعشاب كناخذوا منهم ديك الماده اللي فيهم يعني كناخذوا ليهم داك الماء اللي كيكون في ديك العشبه باش ما كانت مجففه كيكون احسن مركزه اكثر كتكون احسن وهذاك المقطر هو اللي كنستعملوه في بزاف ديال العلاجات بحال مثلا دابا اللويزه كنستعملوها في هذا في الشقيقه ومهدئ الاعصاب وكنستعملوها كذلك في التجميل ديال البشره اذا دابا ريحب غادي نجيو نعبروا قطاره كناخذوها على حسب الكيلو نص كيلو اذا دابا مزيان دابا هادي ها حنا عبرناها غادي نديوها ونحطوها في الكسكاس ممكن تحطي معايا وغير شويه ريحابها انتما شوف حيت البوطه ما غنخليكش توصليها لاتي اوب ديري وهربي اوب برافو ريحاب اوب لا اصدقائي شكون اللي كيعرف شنو هي لويزه شنو هي هادي اللي قطفتو كتشربوا لويزه مع الحليب الوليدات شنو سميت هذا يلا قالت لنا سميتو لالا حبيبه لا خاصنا نخويو لهنا هذا كامل ماشي داكشي اللي فيه هذا كامل شنو سميتو قطاره برافو نتوما راه باش كتعجبوني كتركزوا معايا كتشدوا كلشي هاتي الا حسينا كنبداو نديروا ليها بحال هكا الا حسينا بالماء سخون كنحيدوه شتي وكنديروا ما اخر وفي نفس الوقت هالقطاره كتقطر ليا دابا المقطار كديروا فيه غير لويزه ولا بزاف لا عندنا بزاف عندنا العرعار كاع الحوايج اللي هي المنطقه كتميز بهم من تيمجه من السلميه من اليازير منطقتكم معروفه بهاد الاعشاب متميزه بهذوك الاعشاب صافي وكنبقاو هكا وحنا كنقطروا وهذا المقطار هذا ما كنقدروش نستعملوه من دابا واحد 40 يوم وخصو ما يكونش في الشمس يكون غير في الظل ومن بعد ديك 40 يوم خصنا نعرضوه للشمس تقريبا شي 24 ساعه عاد نقدروا نديروا ليه لومبالاج ويكون عندنا بحال هذا هذا هما اللي قلتي لي تستعملوا جهاز هادو اللي كيستعملوا الشقيقه هاد اللويزه هي اللي تكون تتباع عندنا كتكون هكا في الاصل هي كتشمش كتولي بحال هذيك اللي كان كنشريو بحال هادي ها هي هادي اللي كنشري اذا كتكمش باش كتولي كتكمش هادي دابا راه هي يابسه ومنشفه في الظل انا ورا الاصدقاء شوفوا دابا هادي اللي عندكم فاش كنديروا الشمس كتولي هكا دابا هادي خصنا نديروها واش كنفراسكم قيسي راه قاصحه وشوفي تما كيرطبه برافو قاصحه برافو عليكم اذا لالا حبيبه راه قبيله علاش جينا حنا في الاصل حيت كان راسي كيحرقني بالشمس وقالت لي اروى بلي هاد الاعشاب يقدروا يفوتوا لي الحرق واش هاد المقطر هو اللي شربته هو غادي يعاوني ولا شنو لا ما يمكنش لانه مازال ما وجدش هذا المقطر هذا دابا حنا كنقطروه وخاصو واحد 40 يوم كي قلنا قبيله ما نقدروش نتسناو 40 يوم لا كاين عندنا دابا غنعطيك من اللي عندي واجد ومهم ها هو واجد هو عندي لوشونتيو غادي نحلو هذا ونص كاس ديال الماء سخون ومعلقه ديال اللويزه ها هي ها انت تقدري تشميها شمي الريحه ديالها زوينه ريحتها حيت حنا كنديروا مثلا الكيلو كناخذوا غير نص لتر واش غير الكبار ولا حتى اصدقائي يقدروا يذوقوا غير هما كنخفوا ليهم كتعطيهم ثلاثه ديال القطيرات بحال اللي كنا قالوا لنا فاش مشينا لمنطقه واحد المنطقه وتعرفنا على زيت ارغان كان حتى الوليدات الصغار كيشربوا من ارغان ارغان مزيان انا نشربو كامل شربيه كامل شي حاجه زوينه هو راه حار الصراحه ولكن راه زوين غادي يفيدك في الشقيقه ولكن راه في واحد البنه زوينه ديال لويزه كتبقى المهم كنديرو هذا كيقطعناه وكنديرو ليه هذا السلوفان وكنخليوه واحد مده ديال 40 يوم اييه مده ديال 40 يوم في الظليله ومن بعد كنعرضوه للشمس 24 ساعه وديك الساعات كيكون صالح للاستعمال
شكرا بزاف لالا حبيبه على هذا الوقت الزوين اللي دوزنا معاك وعلى هاد المعلومات اللي استفدنا وكذلك على المشروب الزوين اللي عطيتيني. انا كنشكركم على الزياره ديالكم لعندي وهاد الاطفال الزوينين اللي جبتوا لينا اليوم حتى هما باش يستافدوا ويعرفوا الاعشاب اللي هي يعني كيشوفوها يوميا كنستعملوها هي في اتاي في بزاف ديال الحويجات يستافدوا منها. واش عجبكم الحال؟ برافو. ومازال غادي يعجبكم الحال حيت غيغني لكم علي واحد النشيد زوين. علي شنو موجود لاصدقائي؟ شبان لكم نديروها دابا؟ واجدين؟ غتغنيو معايا كاملين ياك؟ حافظينها؟ يلا. وتيلاري لاري لارا تيلاري لاري لارا وتيلاري لاري لارا ناسين وتيلاري لاري لارا وتيلاري لاري لارا اي 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 جوج بقات وبرغوتا جوج بقات وبرغوتا شاركوا شراو فلوتا شافتو محمير جدا وشرات ليهم كيلو زبدة يلا كلشي زيد ديال وتيلا لالا لالا وتيلا لالا لالا وتيلا لالا لالا اي 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 أصدقائنا الحلقة ديالهم سالت ولكن مغامرتنا مازال متواصلت طيلة هذا الأسبوع مع أطفال منطقة ستي فاطمة حيث مازال عندنا اليوم بزاف ديال المفاجآت. غدا هو آخر نهار لنا بالمنطقة وعندنا لكم واحد المفاجأة زوينة خليكم معنا. شكرا سلوى شكرا علي شكرا اكرام وكنشكروا ايضا الوليدات الزوينين اللي كيكونوا معكم وعلى هذه الفقره الرائعه اللي كتقدموا لنا. شكرا لكم بزاف 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 بزاف. اي maintenant les enfants on passe à la rubrique le petit penseur avec سعاد. accueillons tous notre ami سعاد. hello سعاد. coucou Sonia. tu vas bien? bah oui je vais super bien et toi? très bien merci. salut سعاد. coucou Fankouche. ça va? oui ça va très bien et toi? super. parfait. سعاد tu as sûrement quelque chose à dire pour Fankouche. bien sûr. Fankouche peux-tu me rappeler la fameuse phrase d'un magicien? oui. vas-y. abracadabra. Bravo Fankouche. Les amis, aujourd'hui, je vais vous faire un tour de magie dans mon atelier des expériences scientifiques, le petit penseur. Suivez-moi. Mes amours, bienvenue dans notre atelier des expériences scientifiques, le petit penseur. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser l'expérience des bulles magiques. Donc pour réaliser l'expérience des bulles magiques, j'aurai besoin d'un récipient contenant de l'eau, de l'huile de tournesol, un colorant alimentaire bleu, des comprimés effervescents et un verre vide. Je commence par mélanger un peu d'eau avec de l'huile dans mon verre. Juste un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, je vais ajouter de l'huile. Et je vais attendre un petit moment pour voir la réaction de mon mélange. Tic, tac. Tic, tac. Voilà les enfants, comme vous le remarquez, l'huile et l'eau ne se mélangent jamais. Pour la simple raison, l'huile est plus légère que l'eau. Très bien,
Donc, je vais essayer de mettre quelques gouttes de mon colorant alimentaire. Voilà. Vous remarquez, mes amours, que les gouttes de mon colorant alimentaire tombent au fond de la couche d'huile et se mélangent au fur et à mesure avec de l'eau. Les enfants, moi, quand j'étais petite, je m'imaginais toujours voyager dans une grosse bulle, jolie, calme et légère. À l'intérieur de ma bulle, il y avait un gros nuage sur lequel je m'installais confortablement. Et l'air était pur et frais. Franchement, c'était un très beau voyage. Il y avait plein de belles choses à découvrir quand ma bulle se décollait du sol et se mettait à voler. Je flottais dans l'air. Et quand je regardais en bas, il y avait un immense champ de pelouse et une herbe verte qui tapissait le sol. Ça me donnait envie de faire une marche pieds nus ou de m'allonger et de rouler dans l'herbe verte. Soudain, ma bulle redescendit sur le sol délicatement. Ce voyage me donnait de la bonne énergie. Vous savez, les enfants, je vous invite à faire ce voyage avec vos utopies. C'est de la bonne méditation. Et maintenant, je dois terminer mon expérience tout en rajoutant un comprimé effervescent et voyant ce qui arrivera. Quoi? Tiens, regardez les enfants, une tempête de bulles dans mon verre. Quoi, c'est magnifique, franchement. C'est ce qu'on appelle de la bonne expérience. C'est super. Vous avez adoré l'expérience, les enfants? Moi aussi. Mes amours, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain. Et amusez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Swad, pour ce tour de magie. Fais une couche. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose? Non. Tu es con. Tu es con. La ornia, la chair, la nkita, la walou. Ah, non. السمانه اللي فاتت كان العيد اها ندير لك شي شعر على العيد وعلاش لا فنكوش انا نديرو الكذابه يلا احب العيد من قلبي وانعم فيه من حبي يا سلام وادعو فيه احبابي لنسعد فيه من قربي ترانا فيه كالطير اذا نهضت مع الفجر ونرجو ان يعود لنا بكل الحب والخير فعيد يا عيدي بالبشرى فأنت الفرحة الكبرى كي جاك الشعر ديالي جميلة فنكوش رائع يا فنكوش شكرا يا صنيعة إذا أصدقائي كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا كيف ما العادة وفي كل حلقة كندوزوا معكم أوقات ممتعة شفنا الفقرة ديال الرياضي الصغير اللي درنا فيها حصة رياضية 100% ومن بعد سافرنا مع صديقتنا سلوى ومشينا معهم لسيتي فاطمة ومن بعد شفنا مع صديقتنا سعاد لو تور دو ماجي اللي دارت لينا وختمنا بالشعر الرائع اللي دار لنا صديقنا فنكوش ودابا غادي نمشيو كاملين انا وانتوما وفنكوش باش نغنيو الويت جونتي الويت نتلاقاو غدا ان شاء الله Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah. Alouette,
gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec. Je te plumerai le bec. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ah. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou. Je te plumerai le cou. Et le cou. Et le cou. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Je te plumerai, je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes, et les ailes, et les ailes, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la queue, je te plumerai la queue, allez, 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 chantez, et les ailes, et les ailes, et le cou, 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 et le cou